بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح، حلقة إن شاء الله تكون متجددة من خلال المواضيع وأيضا الفقرات. يوم الأربعاء دائما يكون عندنا مواضيع مختلفة من خلال طرح الفقرات. إن شاء الله بيكون معنا اليوم في أكثر من وقفة حوارية، عندنا كل يوم أربعاء فقرتنا الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، واليوم بيكون معنا حبيبنا أحمد الحراسي وأيضا ضيوفة في مجال الفن التشكيلي من كلية العلوم التطبيقية بكلية العلوم جامعة السلطان قابوس. أيضا بيكون معنا وقفة حول البطولة السابعة للمنتخبات الطلابية الدارسين خارج السلطنة بالتحديد في المملكة المتحدة، وبنتعرف كذلك على هذه التجربة المؤسسين وكذلك الفرق الطلابية. أيضا بتكون معنا فقرة مشروعك، ومن خلالها نسلط الضوء على المشاريع الشبابية. فكرة مشروعك كثير جميلة، وأيضا الاختيار الاسم كان حلو، اسمه نزهة، بنتعرف على صاحبة هذا المشروع والفكرة والخدمات اللي هم يقدمونها. بتكون إن شاء الله معنا آلاء بنت عبد الله البلوشية. أيضا تعودت دائما من خلال برنامجنا قهوة الصباح أن يكون كل يوم أربعاء معنا فنان تشكيلي أو المختصين في مجال الخط العربي. اليوم معنا الفنانة التشكيلية في الخط العربي أنوار بنت خليفة الحسنية. نقول لك صباح الخير أنوار. صباح النور، شخبارك؟ الحمد لله تمام. نورتينا، يعطيك العافية. أنوار، أنت في أي مجال بالتحديد في مجال الفن التشكيلي وخاصة الخط العربي؟ أنا في الخط العربي، في الخط الديواني الأكثر اللي تعمقت في تعليمه، الديواني وخط الرقعة. نعم. والآن مع بدايات بسيطة مع خط النسخ. ممتاز. ترى احنا في حلقاتنا أكثر من ضيف جانا في الخط العربي، في أسماء على مستوى السلطنة متأثرة فيهم أنت أو أسماء من خارج السلطنة مثلا؟ في أسماء من داخل السلطنة تأثرت فيهم كثير. نعم. عندنا الخطاط محمد قاسم الصايغ. نعم. علمني في البداية، في البداية يعني أعطاني الأساسيات، أعطاني الجهد في البداية. نعم. يعني الانطلاقة هذه، في الانطلاقة. نعم. ومن خارج السلطنة، من داخل السلطنة نفس الشيء، في خطاط علمني خط الرقعة، خطاط اسمه سلطان الراشدي. نعم. ومن خارج السلطنة علمني وأشرف علي وأجازني في الخط العربي الأستاذ الخطاط أنور بن عبد السلام الحلواني. نعم. كان يعلمني عن طريق، تحية أستاذ أنور، يعني أعطاني دروس عن طريق الإنترنت لمدة سنتين أنا ما شفته ولا هو شافني. ما شاء الله. بعد سنتين صارت له فرصة أنه يزور عمان. حلو. زار عمان والتقينا لأول مرة. كان شعور غير طبيعي. حلو حلو. احنا ان شاء الله بنجيك بلحظه ولحظه كذا نشوف يعني التشكيلات الحروفيه ان شاء الله، وبعدين بنجرى حوار كذا مختلف ان شاء الله في حين ان شاء الله. تمام. احنا حبينا بس نصب عليك من اول فترات. يا مرحبا، صباح الخير. شكرا. ايضا عودناكم من خلال برنامجنا قهوه الصباح الربط المباشر كل مره في موقع سياحي، مره في يعني نقدر نقول فعاليه معينه ومشابه ذلك. اليوم احنا في سوق السيب، معنا الحبيب الوسيم الجميل صاحب الكلمة والشاعر سيف الفوري. صباح الخير. يا مرحبا بك عبد الله، صباح النور. يا مرحبا بك عبد الله، صباح النور. حياك الله وحيا الله بكل، تسمعني عبد الله؟ نعم اسمعي. صباح النور، وصباح النور ايضا وسرور لكل المشاهدين، لكل احبتنا المتابعين لبرنامج قهوة الصباح. يمكن غيبت الأيام الماضية، ولكن دائما مثل ما يقال يعني فإن تغب رؤيتهم فالقلب مسكنهم. الله. ومن في القلب فكيف القلب ينساهم. الله. احنا متواصلين مع عبد الله مع جميع الله يسعد أيامك يا رب العالمين، متواصلين مع جميع أحبتنا في قهوة الصباح. مثل ما ذكرت نسعى قدر الإمكان كذا يعني يوم بعد يوم أنه نغطي فعالية معينة، نشاط معين يعني من ضمن الأنشطة الكثيرة والإنجازات الموجودة في سلطنتنا الحبيبة، وأيضا نسعى قدر الإمكان نروح يعني موقع سياحي أيضا نعرف الناس به، أو نجي ونقترب من الناس نتعرف على طبيعة حياتهم اليومية. وبالتالي مثل ما ملاحظين يعني أحيانا نكون في سوق مطرح، أحيانا في سوق الموالح،
كنا في سوق بركة وأيضا في سوق نزوة. اليوم مثل ما ذكرت عبد الله في مقدمتك موجودين في ولاية السيب، هذه الولاية اللي تعد من أكبر ولايات محافظة مسقط، تحديدا في سوق السيب. هذا السوق اللي هو أيضا يعني حاله حال الأسواق أيضا اللي زرناها السابقة عبد الله، يعني يتميز أيضا بالكثير من الأشياء الجميلة، من التفاصيل الرائعة من خلال المحلات الموجودة التي تضم في جعبتها طبعا الكثير من سواء المستلزمات الحياة اليوم للناس، أو سواء التمور، عندك الحلوى العمانية، عندك الأسماك، عندك الخضروات والفواكه والكثير الكثير موجود في سوق السيب. إن شاء الله تعالى عبد الله من خلال هذا الربط المباشر والحي راح نقترب أيضا من الناس الموجودين هنا خلفي، سواء كانوا من المستهلكين لهذه الأشياء أو أيضا الباعة الموجودين هنا في هذا السوق، وأيضا في دردشة خفيفة عفوية جميلة راح أيضا تسحبنا مع الناس الموجودين أو أيضا من آبائنا من كبار السن الموجودين في سوق السيب. احنا عبد الله بأمانة يعني سوق السيب يعني الكثير من المواقع احترنا حتى يعني أنا وطاقم العمل في اختيار المكان المناسب علشان نبث منه، لأنه أحيانا في أماكن محلات مخصصة للزينة مثل أسماك للزينة، طيور للزينة وغيرها الكثير، وأيضا أسواق للذهب وغيرها، لكن اخترنا موقعنا بما أنه قريبين من الشاطئ. هذا أيضا الشاطئ الجميل لشاطئ السيب اللي هو أيضا من يعني الأماكن الجميلة اللي أيضا ترتاد الناس بكثرة، فاخترنا هذا المكان اللي هو سوق الخضروات والفواكه، وإن شاء الله تعالى كذا صباح جميل لك ولجميع المشاهدين الأحبة. أنا بس أبغى أقول كلمة حق فيك يا سيف، أنا أسعد كثير جدا بمشاهدتك ومتابعتك، وخاصة لما تنتقل من مكان لمكان، لك محية ما شاء الله تبارك الله رائع وطلة مميزة وشاب يعني في مجال الإعلامي لا يعني لا يشق له غبار، بالفعل أنت نار على علم ما شاء الله تبارك الله، وأتمنى لك المستقبل يا رب. تسلم يا عبد الله. لا والله كلمة حق لازم تقال فيك يعني جد. أيضا تحية لفريق العمل المصورنا الجميل سعيد العبري، وأما بطاقم الهندسة والإرسال أحمد العجمي، كل الشكر لكم يا شباب. زي ما قلنا لكم زميلنا سيف الفوري بيكون معنا في تغطية مباشرة من سوق السيب، وبيعطينا كذا جولة عامة بالنسبة لحركة التسوق في أول الصباح، وهو بالفعل من الأسواق الجميلة فترة الصباحية المسائية، دائما ينعج بحركة الناس، وأيضا دائما تلقى على محياهم الابتسامة وكذلك ابتهاج، وخاصة بالنسبة للمتسوقين. احنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين لأتروفن كيف. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، كما عودناكم دائما من خلال برنامجنا قهوة الصباح، الفقرة الأولى دائما تخص المشروعات والمشاريع الشبابية. من خلالها الفقرة من خلال هذه الفقرة بالتحديد، الهدف ترى أن حلو إنسان يكون عنده مدخل آخر بالنسبة للرزق، وباب الرزق دائما مفتوح ودائما هو بيد رب العالمين، ما عليك إلا أنك تسعى شوية. في نفس الوقت ان ملاحظين في الفتره الاخيره ما شاء الله تبارك الله عيني عليهم بارده، كثير من الشباب والشابات انتهزوا شبكات التواصل الاجتماعي بشكل صحيح، ما بقول الغير غير صحيح، ولكن استفادوا بشكل اكبر ان يروجون بالنسبه اذا كان عندهم منتج معين، اذا عندهم مشروع معين، اذا عندهم فكره او طرح معين، حاولوا بقدر الامكان كل واحد
يعرض شخصيته بشكل رائع. من ضمن هذه المشاريع اللي أنا بشكل شخصي تعرفت عليهم عن طريق الانستغرام، تعرفت على كذلك الخدمات اللي يقدمونها، فحبيت أن كلهم طلع من خلال برنامجنا قهوة الصباح، وأيضا الجمهور يتعرف على نوع الخدمة اللي هم يقدمونها، وخاصة في هذا الفصل الجميل على مستوى محافظة مسقط وأيضا المحافظات في السلطنة. بنعرف إذا خدماتهم يعني تمتد إلى خارج محافظة مسقط، بنعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة ألاء بنت عبد الله البلوشية صاحبة مشروع نزهة. ونقول لك صباح الخير وحياك الله. صباح النور أستاذ عبد الله. يا مرحبا، نورتينا. نورك. وخلينا كذا نبدأ من البداية، كيف جت الفكرة؟ طيب طبعا الفكرة من ناحية حياتي الاجتماعية، أنا إنسانة أحب إنه دائما مع صديقاتي طلعات باربيكيو وكذا، إنه يعني ما نحب نلتزم بجو البيت. ممتاز. فكنت دائما انا اللي اخطط واشوف ايش الاشياء. انت العقل أيوه. المنظم. أيوه. ممتاز. فكنت دائما اشوف الاشياء اللي ناقصه. يقولوا الجلسه ما مريحه بس انه فرش وخلاص والادوات اللي ماخذينها معنا. فقلت يعني ليش ما اسوي فكره. فمثل الاجانب يسووا بيكنيكس اللي هي النزهات الخارجيه. فجلست أبحث عن البيكنيكس هاي اللي موجودة، فعجبتني الفكرة، حبيت أطورها من أنها تكون ما بس بيكنيكس، تكون جلسات خارجية. ممكنها تكون في البحر، في الحديقة، في المنزل حتى، أو في البحر. ممتاز. يعني أنتوا إذا كان ممكن تشرحي لي الفكرة، نوعية الخدمة اللي أنتوا تقدمونها. لا أنا أعرفها بس حلو تقولوها للناس. طيب هي نحن نقدم جلسات. طبعا أنت ككستمر تجي من عندنا تأخذ الجلسة. نحن نقدم لك اللي هي الجلسة كجلسة خارجية مريحة معها إضاءة، طاولات، فرش للأرضية، كل شيء نقدمه يعني بالنسبة كمشروع متكامل. لكن بالنسبة للأكل مثلا في ناس يقولون أنتوا ليش ما تقدموا الأكل؟ نحن فقط نختص أن نحن نجهز لك هالمكان على أساس أنت تكون يعني مرتاح من ناحية الطلعة. لكن بالنسبة للأكل نحن ندعم مشاريع أخرى، نتعامل مع هي المشاريع المنزلية اللي يقدموا أكلات، تكون همزة وصل بينكم. أيوة بالضبط، عشان ندعمهم كمشاريع صغيرة. زين يعني خليني أنا بعطي مثال للمشاهدة الحين، شوف بعد بكرة، أي بكرة بعده إن شاء الله بتكون أجازة نهاية الأسبوع. أكيد. وعندي طلعة، إن كانت طلعة عائلية، طلعة أسرة، بنازمة وظلتي، أتصل فيكم وأعطيني الإجراءات كيف تصير العملية؟ طبعاً بعد ما هو عن طريق الواتساب يعني ما في اتصال. أول شيء يسألوا عن يعني كم عدد الأشخاص، وين المكان اللي أنتم حابينه، علشان إحنا نعرف الأشياء اللي راح ناخذها مثلاً. هي أجواء للبحر. أيوة هي للبحر، حديقة، إيش بالضبط؟ حتى من نوع الإضاءة، إذا كان مثلاً إضاءة حديقة إضاءة أقوى شوية. إضاءة منزل نختار الإضاءة البسيطة لأن المنزل أصلاً فيه إضاءة. نعم يعني. صحيح. نختار لهم الثيم مثلا. في ناس يحبوا التراث. اي نعم، جو شعبي. ايوه مثل ما تشوف احنا دمجنا بين التراث وبين المودرن. اي نعم. هو كحب يعني من تخصص اللي هو هندسه ديكور. حلو. كان حلمي. هندسة لا لا. ممتاز. كان حلمي اني اكون مهندسه ديكور، لكن قلت ليش ما اخليه هذا الشيء كهوايتي وكمشروعي الخاص. ممتاز. فبلمساتي الخاصة بالجلسات يكون كذا. يعني زين، يعني أنا حددت المكان، قلنا مثلا على بحر تحددون أو حديقة، يكون أيوه. جهزوا لهم الإضاءة، جهزوا. هل أنتم تجهزون لهم المكان ولا أنا أجي أخذ من عندكم الأغراض؟ زي ما نلاحظ الحين من خلال الصور اللي قاعد ظاهر على الشاشة. هو في الحقيقة نحن نروح نجهز لهم. أنتم تجهزون. حلو. نحن نجهز لهم. مثل ما قلت لك لمسة يعني لمستنا نحن لازم تكون موجودة في التنظيم. مثل هاي الجلسة اللي هي الأبيض والأسود. نعم. هذه مناسبة للبحر مثل ما تشوف. اي نعم. وتعرفون لازم تعرفون كم عدد الناس عشان أيوة لازم. ممتاز. يعني في اشخاص يكون ما شاء الله عوائل، احنا جهزنا العوائل لاعياد زواج، لاعياد ميلاد، يعني في كل ثيم يختلف عن الاخر. واذا كان فترة نهارية او فترة مسائية انتم تحددوا، يعني مثلا الحين هذه فترة النهار بس. أيوة. يمكن يعني زوج وزوجته مثلا يبون يسوون عيد زواجهم مثلا، جوهم جو رومانسي وكذا وحركات.
نجهز لهم الإضاءة وكل شيء. حلو حلو. زين كيف حسيتوا إقبال الناس؟ هو الحمد لله في البداية يعني أغلب الناس كانوا يقولوا إيش هذا يعني أنتوا تبيعوا لنا الأثاث يعني أو إنه إيش يعني ما فاهمين تعزونا على بيتكم كذا. من ناحية التسويق بدأنا نسوق للمنتج للجلسات هذه، بدأت الناس تتواصل معنا تسأل إيش هذا، فشوي شوي الحمد لله صار عندنا كاستمرز وانتشرت الفكرة. وكيف استثمرتوا الانستغرام انتوا كصفحة مثلا؟ طبعا احنا استثمرنا اول شيء من ناحية التسويق، رحنا على الحسابات اللي هي الحسابات اللي تنشر اللي تسوق للحسابات الاخرى. نعم. وعن طريق تويتر ويعني عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام، ما نحدد مكان معين، لكن احنا تسويقنا الكتروني يعني ما نروح ونوزع اللي هي البزنس كاردز ونقول نحن عندنا مشروع، لا نحن من طريق التواصل الاجتماعي فقط. ممتاز. فكرتوا في تطوير مثلا الخدمات في المستقبل؟ فكرنا وان شاء الله جالسين نشتغل على جلسات جديده للسنه. ما اقدر اعرف شيء منها ولا للحين هو يعني مثل باقي الناس بتشوفوها على الانستغرام ان شاء الله. زين خدماتكم بس مقتصره على محافظه مسقط ولا ممكن تمتد خارج؟ هو على محافظه مسقط وجزء من بركه فقط. نعم ممتاز. ايوه هذا مبدئيا في المستقبل ممكن تمتد ان شاء الله. زين المنافسه في هذا المجال هل تحسون متاحه؟ واذا صار مثلا لكم منافس في السوق كيف ممكن تتميزون انتم كفريق نساء؟ نحن الحين مثل ما تقول مثل نحن ربحنا حلو عملتوا أيوه. قاعده ايوه انه نحن كنا الاول من نوعنا في السلطنه فحتى لو جت المنافسه نحن قدها لانه نحن عارفين ايش الناس خلاص تريد. سوينا استفسارات الناس ايش الاشياء اللي حابينها. حلو. فنعرف ايش الاشياء اللي تريدها والاشياء ما تريدها. قبل كم يوم لازم يحجزوا معاكم؟ هو قبل يومين بالضبط. ممتاز. على اساس ناكد الحجز يعني اغلب الاسابيع تكون فل. ما شاء الله. أيوه. حلو. فنحتاج ناجلهم للاسبوع اللي بعده. اي نعم. أيوه. يعني الناس الحين المفروض يحددون طلعتهم عليكم. أيوه. ممتاز. زين اكثر يعني شهر مر عليكم كان ما شاء الله مزدحم متى؟ هو هالشهر. هالشهر. لانه خبرتك بحكم ان التسويق وانتشرت يعني انتشرت الفكره بشكل عام في ارجاء السلطنه. نعم. فالاغلب يسالنا توصلوا، حتى في ناس يجونا من السويق من عبري من كذا توفروا لنا ممكن نجيبوهم، نقول لهم بس في حدود مسقط يعني. زين هل تحددون المكان اللي يعني مثلا انا اخترت مثلا على الشاطئ، هل تقولون لهم هذا المكان هو الانسب عشان يعني بحكم ان احنا نسوي اكثر من مره فنعرف وين الاماكن اللي تكون مناسبه، مثلا اعياد الزواج يعني اختار لهم اماكن تكون يعني مناسبه ما فيها اجواء ضجيج ايوه ضجيج وكذا. بالنسبه للاجواء العائليه مثلا لو كان باربيكيو شيء نختار لهم مكان مناسب على البحر يكون في جمعات عائليه. اذا هل يعني ما ادري الحين قاعد احاول ان نضيف خدمات لكم في المستقبل، تقول يعني مثلا نقول لكم والله احنا نبغى نطلع طلعه بس ما عارفين ايش نسوي، هل تقولوا لهم مثلا سووا كذا اعملوا كذا، تعطونهم خيارات؟ هو نعطيهم اقتراحات بس اغلب الناس انه لا يعني نطلع حددي. طلعتنا ايوه بافكارنا نحن يعني. وهل تعطونهم ساعات معينه بالنسبه لل هو الساعات يعني هم يحددوها لكن هو كيوم يعني. نعم عادي يوم كامل يبتل. ومن يجي بعدين في ناس يجون ياخذون الاغراض. ايوه يجوا ياخذوا الاغراض ويرجعوهم بصراحة وناسة ان قعدتك جاهزة، وبصراحة اذا كملتوا بعد مع الاكل والوجبات والخدمات كلها بتكون صحيح. ولا اروع، على طول الواحد يجي يقعد ياكل يخلص يستانس ويطلع صحيح. بيته مرة ثانية. ترى ايام ما كنا صغار اكثر شيء كان يلوع يعني او يتعب انه لما نرد يلا داخلوا الاغراض داخل البيت غسل ما ادري شنو، هذه شغلة احنا ريحناهم من ايوه جزاكم الله خير. الاسم من اختاره؟ طبعا الفضل الاول والاخير لزوجي لانه جالسه افكر ايش اسميه، اقول له بيكنك حلو بيكنك، يقول لي طيب ترجمين لعربي. اي نعم. فقال لي نزهه، قلت له خلاص نزهه نزهه. حلو الاسم، اسمه الكريم بس لزوجي؟ فيصل. فيصل نقدم لك الف تحيه بصراحه، اختيار اسم جميل رائع، واشكرك دائما على دعمك لزوجتك، يا الله يعطيكم العافيه ويخليكم لبعض ان شاء الله يا رب. اسمكم في الانستغرام عشان اللي يحبون يتماروا. اسمنا في الانستغرام نزهه عمان، نزهه اندرسكور عمان. طبعا ممكن تتواصلوا معنا عن طريق الانستغرام وبعد فوق في التويتر. ممتاز. بالنسبه لارقام التواصل معاكم ايوه بعد ارقام التواصل. ممتاز. كل الشكر لك ألا
نورتين برنامجنا قهوة الصباح، أحييكم على هذه الفكرة. فكرة بصراحة بسيطة في المنظور، ولكن تنفيذها أتوقع كان أخذ من عندكم جهد، كنتم تعملون ثيمات مختلفة وتعطون خيارات للناس أنهم يغيرون جو الروتين اللي احنا نطلع فيه. تخيلوا، شفتوا ممكن احنا ظهرنا بس نموذج، ولكن إذا دخلتوا على صفحتهم بتشوفون أشكال واجد حلوة، خاصة جو كنا أم خماس. أنا حبيت القعدة مالت أم خماس، هذه عجيبة بصراحة. هذا ما أدري أنتم مسمينها اسم ولا أنا بس كذا، لا هي جو شعبي كذا تراثية كذا، بس أعطتني بنفس الأجواء. كل الشكر لك آراء، ونورتينا، وتحياتي لك ولزوجك الكريم إذا كان يتابعنا. وإحنا بدورنا بناخذ فاصل قصير، وبعد الفاصل راجعين، لا تروحوا بعيد.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام واستكمالا لفقرات برنامج قهوة الصباح. ورجعنا لأنوار الحين نتكلم معها شوي في بعض التفاصيل بما يخص الخط العربي. أنوار من متى قلتي لي؟ من 5 سنوات. 5 سنوات. زين، هل كان الصدفة اللي خلتك تعرفين أنك أنت عندك قدرة في الخط العربي، ولا لا خلاص أنت حسيت أنك لازم تدخلين على الساحة بشكل أقوى يعني؟ مو لا لا، هو طبيعي يعني. طبيعة كل موهوب تكون من بداية من الصغر. زين، من صف ثامن تقريبا أنا كنت يعني اكتشفت أن عندي مقدرة أن أقدر أشكل خط، أقدر أتحكم فيه. نعم. زين، بعد ما خلصت ثانوية على طول جيت جمعية الفنون التشكيلية، فحصلت اهتمام، ولكوني كنت أول بنت تدخل جامعة الخط العربي. حلو. بصورة مستمرة تقريبا قبل سنة، وأنا بنت واحدة ما بين كل شباب، فتعلمت منهم كثير. وبصراحة يعني كان هم لم وقفوا معي وقفة، محمد أستاذ محمد قاسم يعني أعطاني ضوء أخضر من البداية. يعني ما كنت مفروض أن أنا أشارك في معارض، لأن مستواي يعني بعد لازال مبتدئ. حلو. لكن هو قال لا، لازم تشاركي لأنه يعني يدك قوية. إيه ممتاز. على ذكر اليد، لأن ممكن ما هو متفرقة بين الرجل والمرأة، ولكن الرجل عنده شوي قوة في الحركة، يمكن البنات نعومة في، ممكن لاحظها ما أدري إذا في ارتباط بين حنة، يشوفون يسوون تشكيلات من خلال حنة. هل نقدر نقول صار لك خط ثاني؟ نقدر نقول نعرف ان هذه اللوحه خطاطة بالفعل من النساء وهذه خطاطة؟ لا، هي من ناحيه نساء ورجال ما تتميز. اي نعم. لان ممكن تحصل النساء اقوى من الرجال بالكتابه في بعض الاحيان. اي نعم. بس تعتمد على روحانيه اليد. كيف ممكن اليد هي يعني اول شيء العقل، كيف ممكن اخزن صوره الحرف بشكل صحيح، بعدين كيف انت ممكن تعبر عن هذيك الصوره بالكتابه. طبعا اذا انت ما متعود انك انت تشوف الحروف وتحفظهم، فمن الصعب انك تكتبهم بصوره. متى تفاجأتي من نفسك؟ حسيتي الان اللي سويت العمل، هل هذا وصل؟ دائما الحمد لله. دائما يعني لما ما انتهي من انجاز عمل أوقف وقفة من بعيد أقول هذا مستحيل ما أنا سويته. لا أحس في حاجة يعني كأنه في شخص متدخل فيها، كأنه بالرغم أنه في الأساتذة يشرفوا علي إذا كان هذا صحيح أو هذا يحتاج تغيير أو شيء يعني كذا. إذن عباراتك هل هي تكون آيات قرآنية، أحاديث، أبيات شعرية أو أقوال؟ أو هو على حسب. على حسب المناسبة. أكثر شيء أكثر شيء أكتب قرآن، آيات قرآنية بسيطة. إيه نعم. أو أحاديث، لأن أحيانا كتابة القرآن تحتاج تكرير الكتابة. إيه نعم. فممكن الأوراق تتلعوز تبرمي وكذا. إيه نعم. فأفضل أن أكتب أقوال، خصوصا إذا كنت أتمرن على الكتابة. أكتب أقوال أو أحاديث. نعم. فكذا يعني تكون أحسن يعني عن كتابة ممتاز. القرآن. إذا في بعضهم يستخدمون القصبة وفي بعضهم يستخدمون التكنيك الحين بالنسبة للقصبات المصنعة، أنت أي نوع من ال؟ هو النوع اللي يكون أنا أكتب بخط الديواني. إيه نعم. الديواني العادي يحتاج إلى سمك كأقصى حد إلى 2 ملي. نعم. فاثنين ملي عادة هو يكون بالقصب، يكون بالجاوي. نعم. يكون بقلم الحديد. نعم. فوين ما ترتاح اليد تستخدم. سؤالي الأخير بعد بناخذ فاصل، بالنسبة لك يعني دائما يقولك في المدارس الخط أو مدارس الفن التشكيلي أو أي مدرسة أو أي مهنة في قواعد، بس دائما الفنان عنده حب لكسر هذه القواعد. زين ليش عاملين كذا؟ زين ايش بيصير لو صار كذا؟ هي القاعده في البدايه على اساس انت تفهم نفسك ايش تعمل بالضبط. ممتاز. يعني من القاعده مثلا بنروح حال حرف الخط الديوان الجلي. نعم. هذا معروف انه مثل الماء، تحطه في اناء يتشكل على حسب الاناء. ممتاز. انزين، بس لازم انك انت في البدايه تفهم تفهم طريقه كتابه الحروف، طريقه التشكيل، طريقه. حلو. فاذا فهمت عاد هذيك الساعه اكسر القاعده. الله كل التوفيق لك انوار. مره ثانيه بنرجع لك ان شاء الله بشويش الاشياء اللي عملتيها معنا في برنامجنا قهوه الصباح. احنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل بنروح لسيف وبنشوف في أي ركن بالذات، هل هو تشرى تبضع؟ بنعرف بعد الفاصل. العيالة من الفنون العربية الأصيلة التي عرفت بها شبه الجزيرة العربية،
ولكن يصعب تحديد تاريخ ظهورها في شبه الجزيرة العربية كفن تقليدي. تؤدى رقصة العيالة من خلال صفين متقابلين من الرجال. حيث تبدأ حين يعطي قائد الفرقة إشارة البدء. ممكن بإمكانكم عمو قائد الحفل، تفضلوا. يا مرحبا بك سيدي قابوس سلطاني. قابوس سلطاني يا مرحبا بك سيدي قابوس سلطاني. ففي هذه اللحظة يأخذ حملة الطبول بالضرب بشدة على طبولهم، ويبدأ الصفان بالرقص ويستمرون في الأداء وإلقاء القصيد والانحناء على إيقاع الطبول المنغم حتى ينتهي أداء نص القصيد. غالبا ما يتغنى بالغزل أو شعر الحماسة عند أداء فن العيالة، فالغزل يستخدم في حفلات الأعراس أو الحفلات الخاصة. أما شعر الحماسة ففي المناسبات الوطنية، وقديما كان يتغنى بهذا الفن بعد المعارك والغزوات. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وإلى حبيبنا سيف الفوري. شو أخبارك مرة ثانية؟ يا مرحبا بك عبد الله، حياك الله، وتحية صباحية مجددة لجميع أحبتنا المشاهدين، مفعمة بعبق الجمال والروعة نقدمها لكم، ونسعد بمتابعتكم مشاهدينا. احنا الربط المباشر واللي قهوة الصباح ايضا مستمر معكم في هذه الوقفة الصباحية الجميلة. ان شاء الله تعالى كذا دائما صباحكم وصباحاتكم جميلة وايضا مزدانة كذا بالسعادة والانجازات لهذا الوطن الغالي. احنا مستمرين اذا عبد الله في سوق السيب بولاية السيب بمحافظة مسقط. الحين معنا راح يعني نتعرف اكثر على التفاصيل حول هذا السوق بوجود معنا الاستاذ يعقوب بن عبد الله النصري، وهو طبعا المشرف هنا على هذا سوق الخضار والفواكه، بالاضافه الى ايضا بعض الانشطه الموجوده في هذا الموقع. نرحب بك معنا وصباحك خير استاذ يعقوب. مرحبتين، حياكم الله، يا اهلا وسهلا. احنا نتشرف بوجودكم اليوم هنا معنا في سوق البلديه، سوق السيب، يعني حياكم الله. الله يحييك ان شاء الله استاذ يعقوب. نحن قبل لا نتكلم عن سوق السيب وكذا، بما انه الحين المشاهدين والمتابعين ونحن موجودين في ولايه السيب، اذا زين كذا نعطيهم يعني خلينا نقول معلومات عامه كذا عن الولايه، او خلينا نقول نركز على الاسواق بما انها هي اكبر ولايه في محافظه مسقط، اذا اكيد فيها اكثر من سوق، نعرف المشاهدين بهذه الاسواق. والله ولايه السيب تتميز بعده اسواق، ومن ضمنها اللي هو هذا السوق اللي تكلم عنه، سوق البلديه، سوق السيب المركزي. السوق سوق قديم ومعروف، سوق تراثي ممتاز بسلع مختلفة يعني، ومنها السلع المحلية يعني مثل ما شايف التمور وبعض الأكلات العمانية أيضا موجودة تتوافر، وما شاء الله يعني في ناس من جميع الولايات ترتاد إلى هذا السوق يعني للأشياء اللي ذكرتها موجودة فيها يعني. البقية أيضا اللي هي الأسواق الثانية الموجودة في الولاية، والله في عدة أسواق، لكن نحن هنا كل اهتمامنا هنا طبعا نحن مشرفين على هذا السوق يعني. في أسواق منها سوق السمك يعني اللي هو موجود في ولاية السيب، وما شاء الله حركة، ومثل ما شو اسمه حركة نشطة، ويمتاز بعدة أصناف من الأسماك الموجودة يعني، والحمد لله الامور طيبه يعني. هو على كثر يعني الاسواق الموجوده، خلينا نقول سوق الخوض، عندك سوق الموالح، والحين هذا سوق السيب، لكن اكيد مثل ما ذكرت يعني انا لاحظ يعني خاصه في مواسم الاعياد وغيرها في اقبال كبير جدا وازدحام، يعني حركه مروريه جدا فيها ازدحام لزياره وارتياد سوق السيب. فانا سؤالي عن ايش اللي يميزه بالضبط، ليش الناس فعلا تسعى لزياره سوق السيب؟ والله مثل ما سلكت قبل شوية معاك يعني، سوق السيب لكثرة الأشياء اللي موجودة، وخاصة مثل ما قلت أن في أيام الأعياد، أيام الأعياد كلها تتوافر
مستلزمات العيد يعني موجودة، السعفيات وغيرها والأشياء اللي تخص بالمشاوي والمشاكيك يعني موجودة، يمتاز بها سوق السيب يعني، ولهذا تصير زحمة يعني. ولهذا نحن أيضا خصصنا سوق شعبي على أساس نعمل التوسعة الكبيرة شوية هنا، عملنا سوق شعبي في أم عبيلة الصناعية وموجود، وأيضا يعني أقدر أقول لك شبيه للسوق السيب يعني في أيام الأعياد يعني كل الأشياء موجودة اللي هي المواشي، ومثل ما قلت لك يعني الأشياء المختصة بالمشاوي وغيرها ومن السلع الاستهلاكية يعني كلها تتوافر يعني في تلك الأيام يعني. أستاذ يعقوب، أيضا الحركة اليومية خلنا نقول متى تبدأ تحديدا في هذا السوق؟ والله الحركة هو السوق طبعا بداية من الساعة 7 الصباح يعني يبدأ ويستمر ما شاء الله إلى حد الساعة 11:30 كذا بهذا الوقت يعني. طيب انتم كدوركم كذا بما انك المشرف على هذا الموقع وايضا دوركم انتم كالبلديه في عمليه تنظيم البيع والشراء في هذا الموقع؟ نحن هنا مشرفين على عمليه التنظيم يعني ننظم بالنسبه للسلع المعروضه خاصه امام المحلات يعني، نحاول على اساس انها تكون السلع اللي هي منظمه بطريقه تنظيميه كذا ومعطيه شوي نوع من الجمال كذا، ما تكون يعني اشياء مبعثره وكذا ومتروكه وكذا. نحن مسؤولين عن التنظيم ايضا ومسؤولين يعني عن المحلات الموجوده يعني في حاله تزاولاتهم بانشطه بخلاف الانشطه المصرح لها يعني، وهذا يعني. الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ يعقوب، شكرا الله فيك ومشكورين وجزاكم الله الف خير وحياكم الله في اي وقت. جزاك الله خير. الله فيك، احسنت. اذا مشاهدينا طبعا كان معنا الاستاذ يعقوب بن عبد الله النصري، هو المشرف على هذا الموقع من بلديه طبعا بلديه مسقط بولايه السيب. طبعا احنا ان شاء الله تعالى ايضا مستمرين معاكم في تفاصيل اخرى واكثر، وراح نقترب الحين خلاص من الباعه وايضا المستهلكين الموجودين في سوق السيب في هذا الموقع تحديدا، سوق الخضروات والفواكه وايضا سوق الحلوى العمانيه والتمور وغيرها الكثير الكثير. الحين فقط العوده اليك عبد الله. قبل بس ما نختم معك سيف، انت ما شاء الله تبارك الله رحت سوق الموالح المركزي والحين في سوق السيب، هل تحس في اختلاف؟ هل كل مكان له خصوصيه لطابع خاص فيه يختلف عن الاخر؟ صحيح اكيد هذا شيء لابد منه عبد الله، ومثل ما ذكر يعني الاستاذ يعقوب قبل شوي قال لك انه يعني الناس فيها ازدياد اكثر، ازدياد اكثر لموقع السيب خاصه في مواسم خلينا نقول اللي هي الاعياد، مواسم الاجازات وغيرها. لكن ايضا مثل سوق الموالح بما انه خلينا نقول يعني اكثر يعني من خلال وجود المحلات المختصه خلينا نقول بعمليه الخضروات والفواكه والاشياء المرتبطه بها، فتحس انه اكثر هناك محلات. لكن في سوق السيب منوع، عندك الخضروات، عندك الفواكه، عندك التمور، عندك الذهب، وعندك سوق السمك وغيرها، محلات كثيره وكثيره عبد الله موجوده في سوق السيب. كل الشكر لك سيف، وان شاء الله بنرجع لك وقفه ثانيه في برنامجنا قهوه الصباح. تحياتي لك ولفريق البرنامج، ونرجع مره ثانيه لمشاهدينا في فقره جديده وموضوع جديد، ولكن بعد الفاصل. تعتبر الصناعات المنزلية من الأمور التي كثيراً ما تحظى باهتمام المرأة، وهنا نقدم لكم خطوات بسيطة لخياطة حقيبة من القماش بأدوات ومواد متوفرة، وهي المقص والقماش والدبابيس والبترون وآلة الخياطة والسحاب. بداية نقوم برسم المقاسات على دفتر أو سبورة كما تشاهدون، هذا بالطبع يسهل عليك معرفة حجم الحقيبة. بعدها نقوم بقص القماش بالشكل الذي تشاهدونه، ثم نقوم بخياطة القماش مع الإسفنج الذي يكون أسفل القماش ليعطي الحقيبة شكلها الجميل. وقبل النهاية نقوم بتجميع القطع مع بعضها البعض بحيث تكون لنا الحقيبة التي رسمناها في بداية العمل. Thank you.
رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وأجواء طلابية رائعة، وخاصة لما الشباب كذا ما شاء الله تبارك الله، يعني بالإضافة للجانب الدراسي يكون في عندهم جانب لكن أنشطة فعاليات، وخاصة لما تكون نشاطات رياضية. اليوم معنا شباب ما شاء الله مثل الورد يعطيهم العافية، معنا هلال بن سعيد الخروصي صاحب فكرة البطولة ورئيس اللجنة الرياضية لدورة البطولة للدارسين خارج السلطنة، حياك الله يا هلال، يا مرحبا فيك. وأيضا معي عدي بن عيسى العلوي طالب في جامعة ليفربول ببريطانيا، وحديثنا إن شاء الله بيكون حول البطولة السابعة للمنتخبات الطلبة الدارسين خارج السلطنة. طبعا هلال قاعد يقول قبل شوية، يقول أنت كنت تتواصل معي في فترات سابقة، هو طبعا دارس في نيوزيلندا بالنسبة لعدي في المملكة المتحدة، قاعد يقول أنت تتواصل، قلت له ما ذكر طبعا، فيقول أنت دائما تتصل فينا في الفترات اللي كنا نجهز فيها بمناسبات أعياد وطنية، فترة الأعياد الأضحى وكذلك الفطر. مهم أن أتشرف بوجوده معنا في برنامجنا قهوة الصباح ونشوفه وجها لوجه، فذلك الأيام كنا نتواصل معه عن طريق الهاتف، فبعض المرات أنا يصير ترى أن أشوف ناس ويقول أنت سويت حتى معي لقاء في قهوة الصباح، فأقول لهم نسيت، أقول له متى؟ يقول لي قبل سنة، قلت أنا قبل أسبوعين يلا حافظ من ضيوفي. عموما زارتنا البركة يا شباب ونورتونا، والله يوفقكم إن شاء الله ومنها الأعلى يا رب. أعطوني بس فكرة عشان الجمهور اللي ما عنده فكرة هلال، هذه المسابقة، هذا يعني نقدر نقول اللعب الحلو اللي صار، لو أننا درينا أنها في هزيمة صارت يعني. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، أرحب بالمشاهدين الكرام. هذه البطولة هي عبارة عن بطولة طلبة الدارسين في الخارج، وهي عبارة عن مكان لالتقاء الطلبة الدارسين في الخارج من كل دول العالم العمانيين خصيصا في مكان واحد كعائلة واحدة لمدة 3 أيام ل4 أيام. وين تكون البطولة؟ البطولة في البداية يعني بدأت في سنة 2007 وشارك فيها تقريبا 7 دول من الدارسين في الخارج، وكانت في استاد السيب، عبارة عن سداسيات في فترة يعني تكون الأجازات، الأجازات لكريسمس، الكريسمس أو الأستر يسوونها بعد ولا بس الكريسمس؟ هي الكريسمس لأن أساس الفترة أجازات ولا شيء. أيوة هي مدة أسبوعين، الأغلب الطلبة يكونوا موجودين في هذه الفترة، فنحب نعملها في 3 أيام، هم مضغوطين يا الله البطولة تخلص والشباب. إذا هل هو الطلبة فقط الدارسين في الدول الأوروبية ولا أيضا في الدول العربية؟ طبعا الملاحظ كلهم كلهم من نيوزيلندا، أستراليا، بريطانيا، بريطانيا، أمريكا بعد. أيوة نعم. هذا هم يعني نعم يمكن الصدف اللي يعني جمعت الدول الأوروبية بشكل أكبر يعني من الدول العربية. أوكي زين، خلينا بما انا امس عرفت ان كم انهزمتوا؟ هزمنا 3-0. 3-0، مين اللي بريتوا عاد؟ نيوزيلندا. نحن مستضيفين البطولة. كأول يعني هي كأول مشاركة حققنا نتائج إيجابية في المباراتين الأولتين، ولكن الحمد لله على كل حال يعني. يعني شيء حلو انكم قاعد تلتقون، هل تعرفون بعض؟ يعني هل في سابق معرفة؟ أقول عدي برجع لك هلال بما أنك أنت المؤسس. هلال يقرب لي. ما شاء الله حلو. وطبعا في تواصل بيننا، هو في نيوزيلندا وأنا في بريطانيا. نعم. في تواصل بيننا أثناء المناسبات. نعم. في حاجات تصير في نيوزيلندا نتواصل مع بعض. هو اللي بادر بالدعوة. نعم. للبطولة وكان له دور كبير طبعا. أنت أسس الفريق يعني. أيوة كان حلو. كان له دور كبير في نشر الدعوة للمشاركة لجميع الفرق. وصراحة يعني حقق نتائج كبيرة، لأن يعني هذه لأول مرة يشارك 16 فريق في البطولة. حلو. يعني تقدر تقول عدد كبير من الفرق. حتى كان لنا ضيق، يعني كان في ضيق في الوقت بسبب أن يعني ما في وقت كبير عشان يعني مثلا كل يوم مباراة، لدرجة أن اضطرينا نلعب كل يوم مباراتين عشان الدور. أيوة. والوقت عشان نستغل الوقت. هنا. لكن الحمد لله يعني حققت نجاحات كبيرة، وهذا بفضل اللجنة المنظمة. وأحب أشكر أبو خليل اللي هو رئيس اللجنة المنظمة، أستاذ إبراهيم المنذري. نعم. قدم له تحية أستاذ إبراهيم حبيبي. ما قصر. شعرنا الجميل ما شاء الله تبارك. إبراهيم يعني ما قصر، كان له دور كبير وواقف معانا، وأنا بادرت أيضا وكنت معاهم في اللجنة التنظيمية. ممتاز. إذا خليني شوي، أنا يمكن جانب، أنا ما بتكلم عن الحين فوز وخسارة، ولكن في فوز كبير أنتوا قاعد تسوونه، وهو إن التقاء مجموعة من الطلبة، كل واحد كان في
الدول الأوروبية أو كان مثلا في أستراليا أو نيوزيلندا أو في أمريكا. نعم. ويمكن في ناس الأول مرة كل تلتقون نعم. فيهم وتكون نعم. صداقات يعني نعم. أنك تطلع من هالمكان أنك تكون صداقات. شوي يحكوا لي هذا الجانب هلال. طبعا هذه لها مكاسب كبيرة البطولة هذه. أنا طبعا أنا عاشت البطولة من بدايتها. نعم. من الأشياء اللي استفدت منها مثلا رحت استراليا المنتخب كان يلعب مباراة ضد المنتخب الاسترالي الحين قريب إن شاء الله رايحين إلى سيدني. إيه نعم. فالمباراة كانت العام الماضي طلبة سيدني كانوا مشاركينا في البطولة اللي قبل. ممتاز حلو. وصلت مع الشباب نحن إن شاء الله طلبة نيوزيلندا جايينكم وما شاء الله نعرفكم رتبون الأمور كونا رابطة جماهيرية حتى التلفزيون تواصل معنا. هذه أحد المكاسب القليلة من الأشياء الكثيرة اللي نستفيد منها في الدورة. أنت تلتقي مع شباب من قبرص من بولندا من النمسا من بريطانيا كل مدن بريطانيا أمريكا ثلاث فرق من أمريكا يعني الهند ماليزيا تنوع كبير. ما شاء الله شفتهم في الصالة تقريبا 16 فريق هذا يلتقي مع الشخص الآخر ويأخذ أرقام بعض حسابات بعض في الفيسبوك في الانستغرام. هذا شيء كبير لنا وشيء كبير للطلبة وإن شاء الله هي ما مجرد بطولة رياضية هي تجمع أكبر من كذا لها أهداف أكبر من كذا. إن شاء الله البطولة هذه تدوم سنوات إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بحضوركم وإن شاء الله بعدين تجون تتفرجون على الأجيال اللي بعدكم. زي اللي أعرف أيضا أنا في المملكة المتحدة لأن لي مجموعة من أصدقاء أنا أعرف في منتخبات أيضا رياضية لكل يعني ليفربول طلبة ليفربول عندهم منتخب كاردف عندهم منتخب اللي في لندن بعضهم عارف إنك صار عندكم دوري واللي فهمته قبل فترة إن منتخب ليفربول فازوا أعتقد أو شيء حققنا المركز الثاني. أيوة هذا اللي أعرفه يعني. هي تابع أخبار كمان. هي بطولة كانت شارك فيها الجمعية العمانية في مانشستر والجمعية العمانية في شيفيلد تنظيم هذه البطولة اللي هي كانت بطولة العيد الوطني 44 المجيد. شارك فيها العديد من الفرق من كافة الولايات في الولايات المتحدة. وحققنا المركز الثاني. حقق المركز الأول فريق نيوكاسل وحققنا المركز الثاني ويعني هي كانت جميع الطلاب من السنة التأسيسية. ممتاز. كانت بداية جميلة. أنت أي يعني منتخب تشجع؟ أنا؟ إيه والله خاف أقول لك يزعل. لا 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 ما يزعل أنا العارفة. أشجع السيتي. السيتي بالنسبة لك هلال الأندية؟ أي الأندية أنا كتالولي. أوه أنت مو صاحب عجل هتكون ملكي أنت مخرج البرنامج عجل مع بعض بتكونوا زين. بالنسبة للتحضير مثل هذه الدورات الرياضية من متى تنسقون لها؟ أكيد أنتم قبل ما توصلون تكون كل شيء جاهز تقريبا. والله الأخ عبد الله طبعا البطولة هذه يعني صح تجمع ثلاثة أيام لكن يتطلبها كثير من التحضير صحيح. كثير من التواصل يعني أول شيء نتواصل مع الشباب متى الوقت يناسبهم. نفس الشيء نتواصل مع إدارة مجمع بوشر مع شركات الراعية يعني لنا عدة جهات نتابعها والأستاذ إبراهيم بن سالم منذري قدم له تحية في هذا البرنامج الجميل. هو كان يدرس في ملبورن هو اللي احتضن فكرة الدورة مع الأخ محمد الميمني والأخ علي الشبلي هذه المؤسسين الرئيسيين للدورة. طبعا الشباب قائمين بجهد كبير كل واحد قائم بجهد معين ناحية التواصل يعني مثلا أنا أقوم بالتواصل مع الشباب في نيوزيلندا وأستراليا أستاذ إبراهيم يقوم بالتواصل مع طلبة بريطانيا وضواحيها محمد الميمني مثلا مع طلبة قبرص والهند وماليزيا علي الشبلي فموزعين كل واحد له مهمة نحاول نحن قبل بطولة فترة معينة نعرف متى هو الوقت المناسب للدورة وين المكان المناسب نحتضن فيه الدورة وعلى ضوءها نحن يعني عملنا حفل قرعة قبل ثلاث أيام في دار الأوبرا السلطانية بحضور مندوبي الفرق من هنا قدم لهم التحية الشباب ما شاء الله عليهم يعكسوا يعني ثقافتهم يعكسوا يعني ما شاء انضباطهم في الوقت انضباطهم في الحضور رغم الفوز والخسارة كل الشباب سعيدين كانوا أمس حتى عدي رغم أن احتسبناهم لكن ابتسامته ما شاء الله موجودة لحد الحين هو التفاعل موجود يعني هذا شيء حلو يعني حتى أثناء المباريات بعض الفرق تكون في المدرجات وتشجع بحماس هذا يعكس صورة زين هل باقي بعض المباريات ولا انتهى؟ في باقي ممتاز الدعوة للجمهور هذا ظاهر طبعا على الشاشة الحين في الصالة الداخلية هذا صح؟ هذه البطولة طبعا هي مدة ثلاثة أيام تاريخ 29 و30 و31 يشارك في البطولة 16 فريق يعني كل فريق يلعب في اليوم مبارتين
وحلو يعني اليوم الأول اليوم الثاني اليوم بيكون في مباريات. الساعة كم؟ المباراة يبدو من الساعة والله 3 لأن الشباب ترى ما موظفين. إيه صحيح. فأساس إن الجدول مضغوط جدا. هذا جزء من حفل الافتتاح يعني هذا دخول الفرق دخول 16 فريق ما شاء الله الشباب انضباطية في الوقت انضباطية في العمل. رعى حفل القرعة الأستاذة ليلى النجار. نعم قدم لها تحية أستاذة ليلى. نعم وحفل الافتتاح أقيم وحضور جميل. طلب ماليزيا كانوا يشتكوا أن أغلب طلب ما جايين لكن حاولوا أكبر قدر ممكن يدخلوا بطولة. هذه طلبة سيدني في أستراليا ما شاء الله. هذه الشباب زفت الكاس للدخول وهي لحظة رائعة. اليوم بيكون حفل ختام إن شاء الله. ما شاء الله. الساعة كم بيكون؟ اليوم الساعة النهائي بيكون 6:30. هذا الأخ محمد نوفلي. أي نقدم له تحية. محمد كان أحد الضيوف معنا في قهوة التصوير من فترة. الشباب ما شاء الله مميزين نقدم عرض الفريستايل. طبعا اليوم إن شاء الله المباراة قبل النهائي الساعة 4:30 والساعة 6:30 إن شاء الله بيكون النهائي ونتمنى إن شاء الله حضور المتابعين. نتمنى حضور الطلبة نفسهم اللي كان خارج واللي موجود. هذا التجمع جميل للطلبة الدارسين في الخارج. الله يعطيكم العافية كل التوفيق لكم محمد عفوا هلال وعدي نورتونا ببرنامجنا قهوة الصباح. بس قبل ما أختم توقعون الفوز من نيوزيلندا؟ والله أتمنى الفوز. هزمونا أتمنى الفوز. عبد الله ممكن بس أنتهز هذه الفرصة أني أقدم الشكر الجزيل لجميع الفرق المشاركة 16 فريق مشاركين ما شاء الله عليهم انضباطية في التوقيت انضباطية في كل شيء. أقدم تحية لأستاذ القدير إبراهيم المنذري والطاقم محمد الميميني وعلي الشبلي. الشكر جزيل لكم تلفزيون الأخت عبلة لها شكر كبير دوم متواصلة معنا. الله يعطيكم العافية. الشكر وإن شاء الله نشوفكم في مناسبات قادمة إن شاء الله. كل الشكر لكم هلال وعدي نورتونا ببرنامجنا قهوة الصباح. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. بس بغيت أعرف موقعك وين في الليل ظهير؟ أنا مهاجم. مهاجم عدي؟ أنا وسط الملعب. وسط. ما عرفنا موقعك. أنا موقعي متابع. كل الشكر لكم نورتونا والتوفيق لكم إن شاء الله في دراستكم. شكرا. يعطيكم العافية نورتونا. احنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل بيكون معانا الحبيب نجمنا الدائم أحمد الحراسي. لا تروحون بعيد. حقول البطاطا على مرمى النظر. فهنا في منطقة تيمبي مدينة الواقعة في وسط غينيا البطاطا هي في قلب الاقتصاد المحلي. لكن وباء إيبولا غير كل شيء إذ يمنع إغلاق الحدود مع الدول المجاورة تصدير المنتجات الزراعية. فتح الحدود ليس واردا حتى الساعة والسوق الداخلية لا تكفي لاستيعاب الإنتاج. كل شيء متوقف. إلى متى سنواصل تخزين المنتجات وبأي ثمن سنبيعها في المستقبل؟ وقد انهار سعر هذه البطاطا الملقبة بحسناء غينيا منذ انتشار فيروس إيبولا في البلاد لتصل إلى 15 سنتا للكيلوغرام بعدما كان متوسط سعرها 50 سنتا للكيلوغرام في الماضي. انهيار زرع الشكوك في المنطقة مضطر بعض المنتجين إلى تأخير الحصاد. السوق ليست واعدة بما فيه الكفاية والناس لا يتسارعون للقيام بالحصاد. عادة لا يمكنك الجلوس هنا بسبب كمية البطاطا التي كانت تغطي المساحة بأكملها. والقلق نفسه انتاب الأسواق حيث يفقد التجار الثقة في المستقبل. إيبولا أزمة صحية عالمية ولكنها أيضا أزمة اقتصادية. إن تكلفة إنتاج البطاطا عالية جدا نقترض من كل مكان وإذا خسرنا المال نفقد أيضا الأمل. لقد خسرنا الكثير. نحن نعمل منذ 4 أشهر من دون جدوى لم نعد نربح شيئا. وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بالمرض بسبب تفشي فيروس إيبولا 10,000 حالة وقتل نحو 5,000 شخص منذ بداية العام. وقد منح البنك الدولي بالفعل 31 مليون دولار لغينيا مساعدات من شأنها إنعاش حسناء غينيا.
رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وإلى سيف الفوري بشكله بمكان ويمكن عسل تمر أشوف السوالف وسمن ما شاء الله تبارك الله. الصحة والعافية لك يا سيف. على قلبك عبد الله وعلى قلوب جميع أحبتنا المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح. احنا مستمرين معكم مشاهدينا في طبعا سوق السيب بولاية السيب في هذا الموقع اللي تحديدا موقع الخضروات والفواكه، بما اني في موقع الخضروات والفواكه اكيد ايضا موجود مثل ما ذكرت عبد الله يعني التمور، عندك العسل، عندك انواع كثيرة بأمانة من الأصناف الموجودة هنا، عندك القاشع وغيرها الكثير. عموما احنا مستمرين في هذا الربط مشاهدينا، ومثل ما ذكرنا لكم خبرناكم في البداية راح تكون لنا وقفة كذا أخيرة مع أحد الباعة الموجودين هنا من كبار السن. نرحب معانا والسلام عليكم، صباحك خير الوالد. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف صحتك؟ عساك مرتاح؟ الحمد لله، كيف حالك؟ انتم بخير. حياك الله يا حبيبي. الوالد تعرف عليك في البداية. نعم، أنا اسمي عبد الله بن جمع بن عبيد العامري. حياك الله الوالد عبد الله. يعني ما شاء الله انا من يوم وصلت الوالد واشوف يعني اقبال كبير على محلك علشان الناس يشتروا الاشياء الموجوده معك. زين نخبر كذا المشاهدين ابرز الاشياء الموجوده معك. نعم، معنا هذا قاشع عوان. لا قاشع بعناه الكيلو بريالين، وشيء الكيلو معناه بريال ونص ما شاء الله. زين، والعوال شيء على ريال، وشيء على ريال ب700. في العوال في انواع معينه الوالد؟ هي انواع سبلي. سبلي هي من حوت، وهي ولاية حوت على ريال. الواحد بريال، وشيء منه مصلح مقشر على بعناه على ريال ب700 بيسه. هي وشيء من العوال مال الامارات بعناه على ريال، وشيء من العوال غير صغار بعناه على 800 بيسه. ما شاء الله، هي على 800 ما شاء الله. زين الواد هذا شو مالح هذا ولا كيف؟ مالح مجفف. هذا حبسه هذا تسوى بيه الحل معصوره. هي لومه اخضر وبصل ما شاء الله. هي ويسوى في العيش عيش ابيض ويسوى له سمن. سمن عماني. او على طار السمن، عندك انواع احنا اعتقد السمن موجود. انواع السمن سمع بس هذا السمن. السمن هذا الغرشه بريالين، وهذا الغرشه نباتي. هذا الغرشه بخمسة ريال وهذا بريالين. ما شاء الله. نوعين. هي نوعين. وانا شايف كانها تبزيرة شوى ولا كيف هذيك الموجودة؟ تبزيرة شوى وحدة اعملها. هي نعم وحدي. اكل عيد. وكل مرة عاد تو من سار العيد عدت خمس مرات. اعملها وحدي بالخل. بالخل الفرد. هي خلده يتم 15 يوم. ما شاء الله. 15 يوم الخلده. ونسوي له بهارات، نسوي له كل شيء. وحدة عامله. ما شو ما ابدا، وحتى لاستيك ما سويت لاستيك. جماعه من هين وهين يجي يشتري معي. هي ما شاء الله شيء اقبال كبير ها الوالد. نعم وحده عمله بيدي. وحده يصلحها. هي مسوي له مراجل، مسوي له كل شيء. وحده يصلحها. وقت يخلص كان اسوي غيره. اسوي بالكميات. في يوم العيد اسوي 1000 2000، وهذا تو اسوي 60 70 80 حبه. ما شاء الله. مره 80 حبه يمكن يجلسن، يمكن يجلس 15 يوم. ما شاء الله. يعني في مواسم العيد اكثر اكيد يعني اكثر، بس زي المواسم الثانيه خلينا نقول يعني في اقبال عليها. يعني شو اقبال؟ اخوان نعم يشتروها. نعم يشتروها. حد يشتري 6 حبات، حد درزن، حد 12، حد 13، حد 15، حد 20. هيوا وبيع على ريال صغيره، اساويهم على ريال واربع بالكميه. ريال واربع مشي. هيوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والروبيان عندك بعد اشوف هنا على كم الكيسه؟ الكيسه بريالين. بريالين اي بريالين. اي نعم. بعد عندك الثوم بعد هنا شوف ثوم. في انواع الثوم عماني. اها من وين جايبينه هذا الثوم؟ ولاية بهله. يعني من بهله. ما شاء الله. هي محافظة الداخلية. الكيلو بعته ب 4 ريال. هي ب 4 ريال. والخارجي بعته الكيلو ب 700 بيسة. ما شاء الله. هيوا نفسي. هيوا. وبعد هناك عندك السعتر. السعتر هذا مال دبي، بعته على كيلتين بريال. هيوا. اول معي سعتر عماني غيره بديت 15 يوم خلص معي. هو هي انا اشتري الجونيه اشتريها باصله 150. 150 ريال غير خلصته. ما شاء الله. الواد الاسعار ما غاليه تحسها شيء ولا كيف؟ لا ما غاليه. ان احنا مغلين علينا تو. احنا من ناخذ يمكن ناخذ 50 بيسه، يمكن 100 بيسه ناخذ. ان هذه مصروفات الدكان. هذا الدكان قعده 60 70 ريال. ما صح؟ بعدين في عمال، بعدين في اولاد. اولادنا. بعدين في انا قايم بيت منين نجيب. ما شاء الله. بارك الله فيك الوالد. هنا شوف، هنا عند عسل الدبس هذا ولا كيف؟ هذا عسل الدبس. هذا مال الامارات. هي مال الامارات. نعم هذا مال الامارات. ما
شاء الله. نشتري ب 15.5. واحد الفيف الكبير ب 15.5 نشتري، واشتري بالكميه، اشتري تقريبا مع 2000 1000.5 ريال عماني. ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين يمشي. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم الصحه والعافيه الوالد عبد الله حسين. وهذا زموته مال البطن. اي هذا زموته. ايوه. نشوف المشاهدين. ايوه. هذا زموته. هذاك قاشع مطحون شكله؟ نعم. على ريال بعته ريال ونص بالكميه ريال واربع. بالكميه ابو باغ 50 60 على ريال واربع. ما شاء الله. الواد ما قصرت، يعطيك العافيه، بارك الله فيك، احسنت ما قصرت، سعيدين بوجودك اليوم معنا، احسنت، جزاك الله خير، احسنت. والنعم والله، بارك الله فيك، بارك الله فيك الوالد. اذا عبد الله مثل ما لاحظنا يعني محلات كثيره بامانه موجوده في سوق السيب، اشياء جميله يعني، محلات متنوعه، احنا فقط يعني لضيق الوقت ويعني حاولنا قدر الامكان نغطي بعض التفاصيل الموجوده في هذا الموقع. عموما الحين يعني نصل بكم الى الختام مشاهدينا، وان شاء الله تعالى بما انه بكرة عبد الله السنة الجديدة، ابتداء السنة الجديدة، دائما كل المنى للجميع المشاهدين بالتوفيق العامر والنجاح الباهر في مختلف المجالات لرفع اسم السلطنة عاليا في كل المحافل سواء كانت المحلية أو الدولية. عموما الكلمة إليك عبد الله، وكل التحية لجميع المشاهدين. يعطيك العافية سيف، وما قصرت على هالتغطية الجميلة، وكل عام وانتم بخير، وأيضا مشاهدين اللي قاعد يتابعونا. حبيت بس أشكر الشباب، مصورنا الحبيب سعيد العبري، وايضا الجميل والصديق شيخان العبري، طبعا سعيد وشيخان كلهم حبايبنا، ايضا سعيد المعشري ما قصرت، ابو قابوس يعطيك العافيه على هذه التغطيه الجميله، ما قصرتوا يا شباب. كل الشباب اللي قاعد يعملون معنا بشكل يومي في رابط مباشر، بالفعل ترى عليهم جهد كثير كبير من التحضير والتجهيز لمواقع التصوير اللي احنا نعمل معاهم رابط، ان كان في موقع سياحي، إن كان في فعالية افتتاح، أو نقدر نقول مشروع من المشاريع الموجودة في السلطنة. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة للمتبقي من وقت برنامجنا قهوة الصباح. فقرتنا القادمة إن شاء الله بتكون فقرة جميلة مع النجم أحمد الحراسي وضيفته الكريمة الفنانة التشكيلية وفاء بنت سعيد الحارثية، وهي طالبة بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، ونتعرف على هذه الضيفة وأيضا على الفقرة، ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون سلطنة عمان وبالتحديد برنامج قهوة الصباح. شكرا للزملاء زميل سيف الفوري ومن بعد زميل عزيز عبد الله السباح، حياكم الله معنا في هذه الإطلالة الجديدة والموعد المتجدد على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. حقيقة سعيدين بكل التفاعلات مشاهدينا الكرام، بكل الطاقات الإيجابية اللي فعلا كذا نلاقيها وين ما نروح فعلا، سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر أو الانستغرام، أو حتى كذلك أيضا من خلال الأشخاص اللي التقوا فينا صدفة على نجاح هذه الوقفة وعلى نجاح أيضا هذه الفقرة. عموما مشاهدينا الكرام، ما راح أطول
كثير مباشرة يتواصل المبدعين بالتوافد إلى هنا، يتواصل صناع الإرادة، صناع التميز، صناع العزيمة بالتواجد بينهم في مكانهم دائما، هكذا نحن نقولها دائما، كل ما هو مبدع يستحق أن تسلط عليه الأضواء. أرحب مباشرة بضيفتي كاسرة التحدي وكاسرة الحواجز خلينا نسميها، المبدعة وفاء بنت سعيد الحارثية. صباح الخير يا وفاء. يا صباح النور، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. يعافيك الله، سعيدين بتواجدك معنا اليوم. شكرا شكرا، وانا اسعد. الله يسلمك. وفاء طبعا طالبة بجامعة السلطان قابوس وبالتحديد كلية العلوم. نعم. رياضيات ان شاء الله. ان شاء الله نقول العبقرية وفاء في المستقبل ان شاء الله. الله يسلمك. الله. نبدا مباشرة بسوالفنا مع وفاء. وفاء طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلينا نقول متى بدأت عندك الإعاقة؟ بصراحة كانت الإعاقة عندي منذ الطفولة. أيوة، فعند الولادة يعني كانت عندي هذه الإعاقة موجودة. يعني من صغرك؟ من صغري. طيب خلينا من الإعاقة الحين ننتقل إلى الجانب اللي أنت تتميزي فيه وتبدعي فيه أيضا، الحديث هنا عن الفن التشكيلي. متى بديتي هذا المجال؟ أولا اللي هي عندي موهبة الرسم. في البداية كنت وأنا عمري تقريبا 7 سنوات وأنا كنت أحاول. صغيرة ما شاء الله. أيوة. فكنت أحاول أني أنمي هذه الموهبة، هي كانت بس مجرد هواية، ولكن مع مرور الأيام حاولت أني أطور وكنت أرسم بشكل مستمر، فلله الحمد تطورت عندي حتى اكتشفت بأنها موهبة لدي. طيب أستاذ فخري ناخذ الصور اللي أعطتنا وفاء. هذه الصور معنا على الهواء الحين. يا وفاء تكلمينا عن اللي قاعدة تشوفين، اللوحة الأولى. هذه اللي تعبر عن ذاكرة المكان، استخدمت فيها الكرتون وأيضا الألوان الزيتية. جميل. هي فيها دمج للألوان اللي هو الأسود مع الأبيض، فهذا يعطيك يعطيك نوع من القدم أو يعطيك نوع من الحياة نفس الشيء. يا سلام الشيء. وما أجمل الحياة يا وفاء. نمشي الصور يا شباب، بس نمشي الصور نحن. هذه صورة الباب طبعا مثل ما شايفين. هذه صورة الباب اللي هي بالتنقيط، نفس الشيء وتعبر عن المواضيع القديمة. جميل. إذا خلينا نقول التاريخ القديم. نعم بالضبط. الصورة اللي بعدها وهذا الخط. وهذه نفس الشيء لوحة إيمانيات. هذه من أجمل لوحاتي صراحة. إيش مكتوب في اللوحة؟ تعرف؟ هي آية كريمة. آية؟ نعم آية كريمة. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فما له من نور، صدق الله العظيم. تسلم ايدك. هذه اللوحه اللي فيها دمج للالوان، الالوان الساخنه مع الالوان البارده نفس الشيء، فاعطاها هذه اللوحه اللي هي جمال اكثر. الله. أيوة. الله. اخر صوره القميص، هذه انت ترسمي على ملابس الاطفال؟ ايوه، هي نفس الشيء من ضمن هواياتي اني ارسم على ملابس الاطفال. جميل. شو ترسمين لهم طيب؟ ارسم لهم اشياء بسيطه يعني تعبر عن طفولتهم اكيد. جميل. فراشات، ورود. يا سلام. الاشياء خلاص احنا نقول اي حد عنده طفل جديد لازم يروح عند وفاء وتعمل له تشكيلات حلوه وكذا. طيب هذا ايضا التراث له نصيب في اناملك وفاء، ونتكلم هنا عن الفخاريات. هذه نفس الشيء من ضمن اللوحات المميزة، لأنها تطرح الفكرة الأساسية كأشخاص ذوي إعاقة أو أشخاص ذوي احتياجات خاصة. فبالتالي لو لاحظنا مثلا الخلفية اللي فيها دمج للألوان، الألوان الأخضر مع الأزرق، فهذه اللي ألوان مفعمة بالحياة. أيضا اللي هي الأيادي وتصنع الفخارية، فبالتالي هذه كرسالة أيضا أن كل إنسان يجب قادر أنه يعمل، قادر أن يقدم. بالضبط، فعلا هذه هي الرسالة، قادر أنه يكسر الحواجز وقادر أن يعمل المستحيل. بجي لسالفة المعارض وفاء، لكن خليني أسألك من واقف عند وفاء؟ من دائما الى جانب وفاء؟ يعطيك العافيه. اللي هو بصراحه يعني من لما صغيره، وامي الله يخليها ويحفظها ان شاء الله، كان لها دور كبير في حياتي. ايضا اخواني واعمامي،
كل صراحة يعني بصراحة الكل كان له دور يعني في عائلتي بشكل عام. ونفس الشيء اللي هي المدرسة وأيضا الهيئات الأخرى اللي كانت تساعدني على إبراز موهبتي بشكل كبير. طيب وفاء الظاهر ما شاء الله معجبينك كثار ها؟ وجاتنا مكالمات ما شاء الله. طيب قولي ألو. ألو. السلام عليكم. ارفع صوتك شوي. وعليكم السلام. يا الله. كيف حالك أمي؟ كيف أخبارك؟ الحمد لله تمام، كيف صحتك؟ الحمد لله أمي بخير وعافية. يا عافيش الله. عرفتيها؟ الله يعافيك حبيبتي. من هذه؟ هذه أمي الله يعافيها وإن شاء الله يخليها. الله يعافيك. الوالدة شمسة يعطيك العافية، صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية إن شاء الله. الله يبارك فيك، سعيدين بتواصلك وسعيدين بتجاوبك السريع معنا. شكرا جزيلا من أحسنك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. اليوم منورتنا وفاء في الاستوديو، وايضا النجمه متالقه في سماء التميز والابداع. شو يعني لكم هالشيء انتم كأهل وفاء؟ يعني لنا الكثير والله. مفتخرين فيها وفاء. يا حبيبتي والله. الله وهي فعلا تستحق الفخر. زين في شيء قولي لي، في شيء قولي لي بيني وبينك ترى ما بقول لحد. فوضوية في البيت ولا لا؟ لا لا الحمد لله ما فوضوية وشاطرة 100%. ما شاطرة، شاطرة. وفاء شو تقولي لأمك تسمعك الحين؟ صراحة أمي رسالة جميلة أتمنى أني توصل لك يا أمي. شكرا يعني شكرا على كل مساعداتك، شكرا على وقفتك معي. فكل اللي أسويه صراحة بس علشان أمي وعشان الأشخاص اللي يحبوني، هذه رسالتي. الله. طيب الوالدة شمسة قبل أختم معاك إيش حابة تقولي لوفاء؟ وفاء تسمعك الحين. أقول لها بالتوفيق والله يوفقها وإن شاء الله ويسعدها على خير إن شاء الله. تحياتي لك وتحياتي أيضا ل تحياتي أنا للجميع إن شاء الله. الله يسلمك واصلة، وتحياتي أيضا ليسرى أم أسيل وكل خواتها. شكرا لك. شكرا جزيلا بارك الله فيكم. شكرا. الله يا وفاء، فرحه الاهل دائما ما يضاهيها شيء، يعني دائما الفرحه تكون جميله فعلا. نتكلم عن المعارض اللي شاركت فيها وفاء في داخل السلطنه. ايوه اللي شاركت قمت باعداد معارض خاصه كانت هي في مرحله دراستي. جميل. ايوه وبعد ذلك قمت بمشاركات عده كانت نفس الشيء اللي كان في المعرض الكشفي. أيضا شاركت بلوحات لدى زيارة اللي هو ملك السويد كارل جوستاف. أيضا شارك اللي هي الهيئة العامة للاتصالات أو هيئة عمانتل. أيوة شركة العمال للاتصالات. أيوة نوجه لهم تحية أيضا حقيقة شركة العمال للاتصالات ما قصروا صراحة يعني. كان حملة جميلة صراحة لإبراز القدرات لذوي الاحتياجات الخاصة. جميل. وهنا أيضا نصبح على العزيزة الغالية طبعا ليلى الوهيبي اللي فعلا كذا جالسة تبذل مجهود جدا كبير. صحيح. وهذا صحيح. اللي احنا دائما نناشد فيه نطالب فيه فعلا تحرك القطاع الخاص ايضا الوقوف الى جانب فعاليات هذه الفئه، انشطتهم، برامجهم، دعمهم، لانه فعلا لا شيء يتحقق الا بالدعم، لا شيء يتحقق الا بالوقف والمسانده. وفاء انت طالبه جامعيه اليوم كيف شايفه نظره المجتمع وتعاملهم مع ذوي الاحتياجات الخاصه، خصوصا انت شابة في مقتبل العمر تتحركي بكرسيك اللي أنت تقولي أنك تفتخري فيه دائما، كيف شايفة التفاعل والتعامل من قبل المجتمع الجامعي وحتى أيضا من المجتمع الآخر؟ أكيد. أولا مثل ما تعرف أحمد فيعني الصورة عن ذوي الاحتياجات الخاصة دائما كانت في مجتمعنا لي صورة سلبية. ليش؟ لأن الإنسان المعاق يعتقد أنه يوجد لديه عاهة فبالتالي هو يكون ضعيف عن أداء بعض الأشياء. ولكن الحين أحس أن في الفكرة بدأت تتغير. نفس الشيء أن كل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحين بدأوا يظهروا الجوانب الإيجابية لديهم. تعتقد أنهم السبب في هالشيء أنهم يظهروا يكونوا موجودين متحدين؟ أكيد طبعا. يعني كل إنسان هو المسؤول عن هذه الأمور، كيف الأشخاص الآخرين يأخذوا النظرة عنه، فبالتالي نظرتك للحياة طبعا اللي هي تعكس نفس الشيء نظرة الآخرين لك. أكيد. طيب وفاء خلينا نتكلم عن القادم، طموح وفاء، ماذا تفكر في الفن التشكيلي؟ تكلمينا منه نعرج على نقطة سريعة أنه كان خاطرك تتخصص في الفن التشكيلي. أيوة صراحة كنت أتمنى أدخل فنون تشكيلية
بس للأسف يعني هذا التخصص ما متاح للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة السلطان قابوس، فدخلت اللي هي كلية العلوم. طيب أعطوني كذا كلوز يا شباب، يلا رسالة 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 نوجهها إلى جامعة السلطان قابوس وإلى أيضا المؤسسات الأخرى. ترى يعني فعلا بعض التخصصات اللي لا يعني تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة وهم قادرين على أدائها. هذه اليوم فنانة تشكيلية تقول لك أنا قادرة أني أعمل، إذن شو المانع أن احنا نخليها تتخصص؟ إن شاء الله يعني في يوم من الأيام نشوفك يا وفاء متخصصة إن شاء الله، تغيري تخصصك من رياضيات إلى فنية إن شاء الله. إن شاء الله، وحتى إذا ما صار فهي الفنون عندي إن شاء الله، الفنون عندي شيء يعني روحي، فبالتالي مستحيل أن أتغلى عن هذه الموهبة وإن شاء الله راح أستمر فيها إن شاء الله. وفاء أنا سعيد جدا بتواجدك معي اليوم. الله يخليك. رائع حقيقة. ربما تكون أيضا تضاف إلى حلقة من حلقات التميز عندنا، واللي أنا أفتخر في ضيوف اللي يجوني دائما. الله يخليك. وهم ضيوف هم أصحاب المكان. وفاء بنت سعيد الحارثية، سعيدين بتواجدك معنا. كلمة أخيرة توجهها لكل مشاهدين ومتابعين برنامج قهوة الصباح. شكرا أحمد، فأتمنى اللي هي رسالتي من لو أنا صغيرة أنك كل إنسان يمتلك إعاقة، فهذا ما يعني أن الحياة خلاص توقفت، بالعكس يمكن أن تكون هذه الإعاقة هي الدافع لتحقيق الهدف أو لتحقيق الطموح اللي الكل يتمناه. فبالتالي رسالة لكل من يعاني ولكل من توجد لديه هذه الصعوبات، حتى للأشخاص السليمين أحيانا تكون يمكن إعاقات فكرية، فبالتالي أتمنى أن كل إنسان يتخطى هذه الصعوبات، لأن بطبيعة الحياة وطبيعة الحال هذه الصعوبات موجودة في حياتنا، فبالتالي نحن مضطرين أن نواجهها. فأتمنى أن من كل الأشخاص أنهم يحاولوا يحققوا كل أحلامهم وكل طموحاتهم، ويكون الأشخاص ذوي الاحتياجات لهم قدوة في هذه الأشياء. يا سلام، يعطيك العافية، وأنت قدوة مثل جميل ورائع. مشاهدينا الكرام، نتمنى إن شاء الله أننا يعني نتمنى أن وفقنا اليوم في الفقرة، ونعتذر على أي تقصير. قبل ختام نقولكم كل عام وأنتم بخير وسنة حلوة عليكم يا رب. إن شاء الله 2015 تكون بشرى، وتكون أيضا تتحقق فيها من الأحلام المتأجلة، ربما تتحقق أمانيكم، تتحقق نجاحات جديدة. كل عام وأنت بخير أستاذ فخري، وكل عام وأيضا كل طاقم العمل الزملاء حقيقة بألف خير وبركة. ختابا نقول الموعد يتجدد بكم في قادم الفقرات والوقفات بحول الله تعالى. عاد خلاص نلتقيكم السنة الجاية إن شاء الله، يعني السنة ما راح تشوفونا في 2015 نلتقي. نقول حفظ الله عمان وحفظ سيدي جلالة السلطان، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصلنا إلى مسك الختام مشاهدينا الكرام، ورجعنا مرة ثانية لأنوار الحسينية يعطيك العافية. بس قبل ما نطلع الهواء كنت أتكلم معها عن الورق اللي قاعد تكتب عليه، فقالت لي هذا هو الورق. بس ورق مقهر. ورق مقهر، إيش بس ميزته هذا الورق المقهر؟ بس هذا الورق يكون أملس في آخر مرحلة من تصنيعه، ويمر أكثر من مرحلة لطريقة التصنيع، هو تصنيع يدوي. نعم. في آخر مرحلة يصنع، يعني يحطوا له بياض البيض. نعم. على أساس إنه يكون في لمعة مثلا. أيوه. لمعة، ويكون مصقوع، يعني لسهولة تمشي القلم عليه بسرعة. حلو، يعني هذا أكثر نقدر ورقة صالح بدرجة كبيرة لل أيوه صالح للكتابة بالخط العربي فقط، للقصب يعني. ما أي قلم. بعد يعني او محدد لنوع معين، يعني ما انه محدد، لكن صعب من مثلا قلم الاقلام العاديه الفلوماستر يعني يكتب على هذا الورق. وبعدين احيانا لما نخطا او نغلط في الكتابه نقدر نحن حتى لو نمسح الكلمه كامله او بترتيش وكذا يعني. حلو، اذا اعطيني هذا اللي انت مسويته. هذا سويته على اساس مولد نبوي الشريف. ما شاء الله. كتبت بيتين شعر، واحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. ونقدر نقول احنا وصلنا لمسك الختام مع أنوار. لا خلاص، يعطيك العافية، مشكورة كثير. بيقولوا بعد السباح قاعد يسوي عمره دعاية. ما قصرت أنوار كذا، قاعد تعطينا فكرة. هذا إذا الورق المقهر، الورق يمكن مخصص يمكن اللي يستخدمون الخط العربي، أدرى فيه ومعرفة. في المستقبل أنوار وين إن شاء الله؟ في مشروع قادم؟ في عندك مثلا مشاركة في معرض أو معرض شخصي بيك أنت؟ إن شاء الله على نية على إقامة معرض شخصي. من ناحية المستقبل يعني أنا أقول يمكن أن وصلت للمرحلة اللي كنت أحلم فيها في المستقبل. كنت أقول في المستقبل أريد أكون معلمة للخط العربي. وكنت الحمد لله وصلت للأشياء اللي كنت أتمناها يعني. الحمد لله، مزيد إن شاء الله. فعلمت الكثير والحمد لله. الله يعني يوفقك إن شاء الله. يعني توفقوا في الحمد لله. كل التوفيق، نورتينا عموما في برنامجنا قهوة الصباح. وأتمنى لك مزيد من التألق إن شاء الله في المستقبل القريب. إحنا بدورنا وصلنا إلى الختام، أتمنى وفقنا في تقديم هذه الحلقة. نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. السلام عليكم.